خلونا نبدأ أخبارنا مع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس شهد اليوم أداء حلف اليمين لكل من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. منح السيد المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرر رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من 16/9/2019. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين.